تعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 80 طالب وموظفا في جامعة بيرزيت، كان أحدثهم دكتورة وداد البرغوثي والطالبة ميس أبو غوش، وأقدمهم الأسير عبد الكريم الرماوي والذي يظهر في خلفية هذه الصورة. وهذا يؤكد أن الاحتلال معني ويستهدف بشكل مباشر الإعلام، ويدرك أهمية وتأثير الإعلام الفلسطيني في إيصال الصوت الفلسطيني لدى العالم. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يضغط على الفلسطينيين بكل الطرق. هو يعلم جيدا أن هذا الاعتقال لن يضعف همة الفلسطينيين، ولكنه يحاول أن يخلق هذا الجو بأنك مهدد في أي لحظة. الاعتقال، المنع من السفر، يعيش الفلسطينيين في هذه الدائرة المفرغة. في السفر يضعك في هذه الدائرة، هل بسافر ولا برجع، على الحواجز، على المعابر. هذه سياسة تستخدم لإضعاف الفلسطينيين أو لتخفيض سقف توقعاتهم.